الرحيم. مشاهدينا مستمعينا الافاضل، هكذا التواصل وهكذا الإثارة تستمر مع هذه الانطلاقات المتواصلة والمتميزة، شوط يليه الآخر من انطلاقات الخير والبركة ضمن فعاليات وانطلاقات هذا المهرجان وهذا الكرنفال وهذا العرس التراثي الأصيل، مهرجان أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. انطلاقة شوطنا 26 المخصص للقايق قعدان، المسافة هي 5 كيلومترات. نسير وإياكم ونتابع مجريات وأمور هذا الشوط. نسير للصدارة للمركز الأول لكي يتابع رعد على المركز الأول، علي بن عبد الهادي بن حمد الغفراني المري يقدم لنا رعد على البداية. انتقل للمركز الثاني، المركز الثاني يتابع المركز الثاني يتابع من واقع هذا الشعار، الشعار بن حفيظ على المركز الثاني. ينتقل للمركز الثالث، أتابع في هذه اللحظات اللي على المركز الثالث عز الجيش مع سرور بن شاكر بن محمد الجودي يقدم لنا انطلاقة عز الجيش على المركز الثالث. انتقل للمركز الرابع لكي أكمل النداء للمراكز الخمس المتقدمة والمتميزة مع انطلاق ومسار هذا الشوط. المركز الرابع أرى الخليج لجابر بن حمد بن جابر بن عفير من يقدم لنا انطلاقة الخليج على المركز الرابع. المركز الخامس من خلال هذا التواجد أتابع لزام وانطلاقة محمد بن نهار بن محمد الجفال النعيمي مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة يا من تستمع، يا من تتابع عبر قناة الريان الفضائية الناقلة لهذا المهرجان الغالي. لكن العودة دائما من حيث بدانا، نعود للصدارة للبداية لكي يتابع غياض على المركز الأول لسالم بن ناصر بن حفيظ المري من يقدم لنا غياض على المركز الأول. المركز الثاني أتابع اللي على المركز الثاني عز الجيش وانطلاقة أبناء المملكة العربية السعودية وبالتحديد أبناء عروس المصايف أبناء الطائف يتواجدون مع انطلاقة عز الجيش على المركز الثاني وانطلاقة سرور بن شاكر الجودي على المركز الثاني. المركز الثالث أتابع الغفراني من يقدم لنا رعد على المركز الثالث، علي بن عبد الهادي بن حمد الغفراني مع انطلاقة رعد. المركز الرابع وتابع الأسماء الغادمة في هذه اللحظات اللي تسلل بدوره وانتقل للمركز الثالث، أرى لزام محمد بن نهار الجفال النعيمي يقدم لنا انطلاقة لزام. المركز الرابع وتابع اللي وصل واللي حضر، يصل بن براك يقدم لنا بيضان، علي بن محمد بن براك زبدان المري مع المركز الرابع. المركز الخامس أرى الغادمون الباحثون عن الفوز وعن الانتصار، الخليج الخليج جابر بن حمد بن جابر بن محمد بن عفير مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة يا من تستمع يا من تتابع. لكن العودة وين؟ العودة للصدارة للبداية لكي يتابع أتابع الجودي من يقدم لنا عز الجيش وانطلاقة سرور بن شاكر الجودي. ولكن أرى التسلل في هذه اللحظات من قبل لزام، لزام من يسير بخطى ثابتة نحو الأمام نحو الانتصار نحو الناموس المشرف وانطلاقة النعيمي في هذه اللحظات، انطلاقة شعار محمد بن نهار بن محمد الجفال النعيمي يقدم لنا لزام. المركز الثاني أرى عز الجيش سرور بن شاكر الجودي يقدم لنا عز الجيش على المركز الثاني. المركز الثالث أتابع اللي وصل، يصل بيضان علي بن محمد بن براك آل زبدان، لكن وصلوا وصلوا أهل الطلايب يا أخواني. أتابع اللي وصل، يصل مزاح شاجع بن حمد بن محمد بن طفلة المري مع
مزاح وتابع شعار الزعبية من يقدم لنا حامي عبد حمد بن عبد الله بن راشد الزعبي. لكن الصدارة وين؟ الغيادة وين؟ يا ذكر الله يا لزام على الصدارة على المركز الأول وانطلاقة الجفالي. الجفالي يقدم لنا انطلاقة لزام على الأمام وانطلاقة شعار النعيمي مع السلام مع الانتصار مع الناموس حتى هذه اللحظات. محمد بن نهار بن محمد الجفالي النعيمي مع الصدارة مع السلام. سلام يا الجفالي سلام سلام تحية واحترام لمالك لزام محمد بن نهار بن محمد الجفالي النعيمي على فوز لزام. سلام تحية واحترام لهذا البطل على هذا الأداء المميز الأكثر من رائع اللي قدمه لزام. لزام مع الانتصار لزام مع الناموس لزام مع النعيمية. مشكور يا الجفالي مشكور على هذا الأداء المتميز. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصل مزاح شاجع بن حمد بن محمد بن طفلة المري. والمركز الثالث المركز الثالث ترند لناصر بن سعيد بن عبد الله الحول المري. والمركز الرابع المركز الرابع البرج لمحمد بن جميل بن سالم الوهيبي. والمركز الخامس المركز الخامس رمز لفيصل بن وساب بن سلطان الهاجري. إذن مشاهدينا مستمعينا الأفاضل تهانينا والناموس لمالك لزام من حقق هذا الانتصار. محمد بن نهار بن محمد الجفالي النعيمي بتوقيت زمني وغدره 7:33:52 جزء من الثاني. تهانينا والناموس. المركز الثاني من وصل مع المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثاني وصل مزاح لشاجع بن حمد بن محمد بالطفلة المري. توقيت زمني وغدره 7:36:94 جزء من الثاني. تهانينا والناموس. المركز الثالث من وصل مع المركز الثالث. المركز الثالث وصل ترند لناصر بن سعيد بن عبد الله قال حول المري بتوقيت زمني وغدره 7:38:62 جزء من الثانيه.